أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. أعلنت وزارة المالية اعتماد سعر 55 إلى 60 دولارا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل 2019، وبمعدل تصديري يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا تشمل المصدر من كردستان العراق. وقال وكيل الوزارة ماهر جوحان إن هناك حاجة كبيرة إلى أن تتغير أو تتعزز صيغ التمويل المختلفة، سواء الموازنة العامة أو الموازنات الأخرى، أو صيغ التمويل بالاقتراض أو بالدخول بشراكات أو بإيجاد منافذ للقطاع الخاص بالعمل. وبيّن جوحان أن اعتماد سعر برميل النفط المصدر بين 55 و60 دولاراً يمنح الدولة مجالاً أوسع لتعزيز الخدمات والمصاريف الاجتماعية كالمرتبات ونفقات التربية والصحة والأدوية ونفقات البطاقة التموينية والإعانات وشبكات الحماية الاجتماعية. أكدت الإدارة العامة في الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية في خور الزبير جنوبي البصرة استمرار توقف كافة مصانعها الإنتاجية بسبب ارتفاع التراكيز الملحية في المياه المستلمة من شط العرب، إضافة إلى عدم تخصيص المبالغ اللازمة من الحكومة في بغداد لشراء محطات بحرية. وقال المدير العام للشركة عباس حيال إن شركة الأسمدة لا تزال متوقفة عن العمل بشكل تام لكافة مصانعها منذ مطلع شهر تموز الماضي، لافتا إلى أن تشغيل الشركة بهذه الظروف من ارتفاع التراكيز سيؤثر بشكل مباشر على جميع معدات المصنع ويصيبها بأضرار جسيمة لا يمكن معالجتها أو صيانتها من جديد. أعلن قائم مقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى عبد الله الحيالي عن إضراب موظف صيانة في شركة خصخصة الكهرباء في بعقوبة بسبب عدم دفع رواتبهم لشهرين متتاليين. وقال الحيالي إن أكثر من 70 موظفا في قسم الصيانة بشركة خصخصة الكهرباء ببعقوبة أضربوا عن العمل وبدأوا اعتصاما مفتوحا أمام أحد مقرات دائرة الكهرباء ببعقوبة احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم لشهرين متتاليين من قبل شركة الخصخصة. وأضاف الحيالي أن الموظفين هم على الملاك الدائم لدائرة كهرباء ديالى، وجرى تنسيبهم وفق العقد للعمل مع شركة الخصخصة ببعقوبة مقابل تأمين رواتبهم، لكن الشركة لم تدفع لهم أي رواتب لشهرين متتاليين. كشف النائب فرات التميمي عما قال إنها فضيحة زراعية من العيار الثقيل تورط بها مكتب وزير الزراعة. وقال التميمي إن وزير الزراعة أحال عقد قطعة أرض في مشروع محطة دواجن تزيد مساحتها عن 30 دونما في موقع استراتيجي قرب تقاطع القدس شمال غرب بعقوبة مخالفا كل الشروط والتعليمات. ولفت التميمي إلى أن مشروع الدواجن بالأساس تم إيقافه أثناء تبوئه منصب رئيس اللجنة الزراعية والمياه في الدورة النيابية السابقة، وذلك لوجود شبهات فساد وهو محال للنزاهة بالأساس. وأضاف التميمي أن صاحب عقد الأرض يحاول تقطيعها وتوزيعها كقطع سكنية وبيعها للأهالي. قال مدير العلاقات والإعلام بأمانة بغداد حكيم عبد الزهرة إن العاصمة تحتاج إلى مشروعين إضافيين لتنقية المياه ومعالجتها من الملوثات. وأضاف الزهرة أن التلوث الذي يحدث في المياه الجارية من بغداد إلى المحافظات الجنوبية لا يصيب بغداد، لكنه يصيب المناطق الأخرى خارجها. وبين الزهرة أن هناك مشاريع كبيرة لتصفية المياه في مناطق البعيثة والرستمية، لكنها لا تكفي، خاصة أن هذه المشاريع تحتاج إلى مبالغ كبيرة، كما أن جانب الكرخ يحتاج إلى مشاريع لتنقية المياه، خاصة بعد تدمير مشروع البعيثة لتصفية المياه عام 2007. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
ختام التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء.